بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله متابعينا الاعزاء، متابعين قناه القوه للدفع الرباعي. اليوم عندنا الربع حقي، بننظف الثلاجه حق المكيف. طبعا مع البر والامور هذه تدخل عليك الرمله والتراب من هنا مع النوفره وقروب المطانيخ، ما شاء الله يوم نوفر واحد ما يسيبه في حاله. الرمل والتراب يدخل عليك هنا على الهوايه اللي تفتحها وتقفلها، هذه الهواية، هذا اللي في النص، لا الهواية تحت تفتيش به، ايوه هذه ما خليها. تدخل عليها وتنزل على الثلاجة. فاحنا الان جالسين اول شيء ننظف طبعا بالتعاون مع شيخ الثلاجات اخونا تركي، قاعدين ننظف ونضبط الامور، بعدها نبدأ فك في الثلاجة. خليكم معنا كمل معكم. طبعا اللي صاير الان احنا نظفنا المنطقة هذه. اللي كان عندي اول انه لازم ومفروض انه كل سيارة فيها مكيف تنقط موية من تحت، انا ما كانت تنقط عندي وانا الى الان ما تنقط عندي موية. فالثلاجة عندي جوا الفتحة حقتها اللي هي، فلنفترض انه فيها فتحة زي كده، طبعا هي اصغر مسدودة مع الرمل. فالان هدفنا انه احنا ننظف نفس الثلاجة كاملة ونفتح المخرج حق الماء وننظف المروحة مرة واحدة. طبعا للناس اللي ما تعرف، اول شيء اللي بيسألني ايش هذا الاسلاك، هذه اسلاك الكمبيوتر. للناس اللي ما تعرف كيف شكل الثلاجة، ترى يا اخوان شكل الثلاجة يجيك زي الريديتر، شايفين الريديتر، ريديتر الماء هذا حق المحرك نفس الشكل، بس اللهم صغير اصغر، يمكن ربع الشكل، ربع فزي ما قلت لكم ثلاجة الماكينة تيجي، أو ثلاجة المكيف عفوا، ثلاجة المكيف تيجي تقريبا حول ربع الريديتر هذا. فائدتها انها برد الهواء اللي طالع من فتحات التكييف. هذه هي المواسير اللي جاية من الكمبرسر اللي تضغط الفريون. طبعا هذا ثرموستات خارجي، لانه انتوا عارفين الماكينة عندي غير ماكينة البلد، الثرموستات كان المفروض انها تشبك داخليا مع الثلاجة لكن ما ضبطت فشبكناها خارجيا. العلم انه لكم انتم هنا، هذه هي الثلاجة من هنا تبدا الى جوا. تعال صور طريقة الفتح. يلا بسم الله. ابشر طال عمرك، حاضر. طيب نرجع نشرح لكم مرة ثانية كيف الهواء يصير بارد، كيف الهواء يطلع من هنا ويصير بارد. لما تشغل المكيف السير يضغط الفريون داخل الكمبرسر، او عفوا السير يلف الكمبرسر، الكمبرسر يضغط الفريون، الفريون غاز بارد جدا يوصل الى الثلاجة. طبعا هذه المروحة شايفينها، اي هذه المروحة تدفع هواء، بس هواء حار او هواء اللي هو نفس الهواء اللي موجود داخل المقصورة حقت السيارة، تدفعه مرورا الى الثلاجة. الثلاجة نفسها تكون باردة جدا جدا جدا، فيمر الهواء من خلال الثلاجة يطلع لكم بارد. هذه هي ببساطة. انت طبعا تقدر تتحكم ببرودة الهواء من هنا او تخفضه، او من هنا وتخفضه، فانت قاعد تتحكم ببرودة نفس الثلاجة. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. نكمل ولا نستنى؟ طيب الان اخونا تركي بيشرح لنا ايش حيسوي، تفضل. عندنا هذه لازم نفكها، هذا المجرى حق الهواء. هنا الدرج لما يجي شايف الفتحة هذه عشان يسوي لك زي الثلاجة. هذه لازم تنفك. جميل. وبعدين نفك المروحه وبعدين الثلاجه. عشان هذه تنفك عندك مسمار هنا مقاس 10، اي حلو، وعندك شايف البلاستيك هذه، اي هذه لو جيت بالمفك وسويتها كذا حتنكسر. فطريقه تفكها انك تضغط عليها من النص، شوف شفت حلو. اذا ضغط هذه خلاص تطلع معك. جميل. وبعدين يوم تركبها ترجع هذه على برا. حلو طبيعي. فشوف خلاص تسحب هذه وتسحب، اول شيء تسحب هذه من هناك، بس خليني اشيل المسامير في مكان عشان ما تضيع. هنا المسامير حقت الثلاجه. يلا بسم الله كمل. طيب بعد ما تفك المسمار اللي هنا والبلاستيك اللي هنا، هذول الاثنين داخلين في بعض، تنزلهم تسحب هذه على برا، شوف شايف هذه؟ تسحب على برا وتنزلهم على تحت. ايه خلاص تطلع معك، شوف التراب. خلاص. لطيف. ونفس طريقة التركيب. هذه تنسحب سحب
المنطقة هنا ضيقة شوية، فأحيانا يكون في أسلاك أو شيء يمنع إنها تطلع. تفضل. الله يزيد فضلك. خلاص هذه تطلع لفوق وبعدين على برا. انت جاهز تدفها من هنا الان؟ ايوه بيدي كذا قاعد احركها لانه هذه بلاستيك. هايرو شوف رجعت. هذه تتغسل مع انه ما فيها شيء بس تتغسل افضل. الان لو عندك هواء تنفخ من هنا من الفتحات حقت المكيف حينزل لك التراب على التحت. لو ما عندك ما هي مشكله. نفس هذه لو تنفخها يكون افضل. انت نفختها اول يمكن عشان كذا التراب اللي يطلع مره دي. كلها طلع. ايه طيب. اول شيء نعتذر على الازعاج. جاء شاول جنبنا الحين قاعد يشتغل صاب الدنيا كلها وجا عندنا. اي اللي صاير الان يا اخوان فك المروحه. شوفوا هذا اي خلينا ننزل الكاميرا تحت. هذا لازم يفك الفيش. اي هذا تضغط عليه وتسحبه. حلو. وعندك ثلاثه مسامير دائما من تحت لفوق تكون ثلاثه مسامير. هذا اخر واحد شوفوا هنا فكيت اثنين. هذا شايفه وهذا الثالث طاح. الثالث طاح خلاص. الان تسحب المروحه سحب كذا على تحت. المفروض انها تطلع بس خلينا نتاكد. العب سلم 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 التراب سلم 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 بس مع مجموعه الاسلاك اللي اول شيء خلينا نشوف المسامير لا تضيعوها. اهم شيء تحطها في مكان. هذه الاسلاك ما زي ما قلنا اسلاك الكمبيوتر. خلينا نشوف لها حل الحين لو احنا منظمين السياره. شوفوا كميه التراب تطلع من المروحه الان. هذا هو ترى بدا في البدايه تنظيف في السياره. شوف دورنا المروحه عندك طيب. حلو ما يحتاج له من جوه تزييت او تشحيم. امورها طيبه. والمروحه من هنا لونها ابيض ما هي اسود. حلو. الشيء هذا طيب. مجرد تراب بس تشيل التراب اللي فيها تغسلها بالمويه. جميل. هذا أهم. بس هنا شوف هذه هنا يبغى لها تنظيف. اي دحين اغسلها كلها. هذه المروحه لازم تغسل. يلا. وتنفذ هناك بالهواء. من هنا داخلي. ايوه لازم تحط الهواء وتنظف. حلو. تفعيل الصوت يا اخوان ان شاء الله تكون سوي. الله شايفين اللي كيف ينقط مويه. هذا اللي قلت لكم عليه بداية السنابات. هذا عشان الماطور عندي ما طلعت مويه. هذا اللي قلنا بداية السنابات. طيب طيب الان فك المسمارين اللي على اليسار. باقي باقي اخر واحد. الان عفوا المسامير اللي على اليسار كلها فكه. هذا اخر واحد انفك. زي ما قلت لكم المسامير. مسامير الثلاجة مثلا بحطها هنا. حلو. مسامير الدرج حطيتها هنا. ميش. عشان اعرف كل شيء كيف ترجعه او فين مسامير عشان اتلخبط عليك المسامير لانه في احجام ومقاسات وكذا تركب بس ما هي نفسها. المهم نحاول. شوف بدأت تفك معي شايف. أي. بس هذا السلك تعال شوف السلك هذا ماسكها كيف. اي واحد هذا 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 جاي من تحت عشان هذا اللي يحول فوق تحت رجول. أيوه. تبعده من هنا عشان تنزل معك هذه. الحين احاول ابعده بس ابعد لي الجوال. شوف الكاميرا. طيب طيب يا سلام. طيب اللي صاير الان معانا انه احنا يا دوب قدرنا نفتحها زي كذا كذا الوضع اوكي. لو لاحظتوا الثلاجه جوا تعتبر شبه نظيفة إلا قليلة يعني. بس المشكلة هنا تحت. تحت مليان تراب. فالحاصل الآن لو تلاحظوا شو 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 التراب كيف تحت شايفين. هذا التراب ساد المجرى حق خروج الماء. الآن احنا نبغى ننفض المجرى حق خروج الماء
يا سلام تركي قاعد يضغط. اضغط تركي. ما هي واضحة. للاسف ما هي واضحة. اضغط. في جايف رداد. ايه. خلينا نشوف هنا بسرعة. يلا بسم الله الان تركي بينظف الثلاجة نفسها. وهكذا تركي نظف تحت وفتحات المخيف كانت تطلع بخار. اضغط تركي شايفين كيف تطلع بخار. بخار وقاعد تلبس. ها المعلومه المهمه ان لازم تنزل الهواء على تحت كذا لانه هنا تحت في الثلاجه في هذه المنطقه حيكون طين. نعم. هو اللي ساد الفتحة اللي برا. وبعد ما تنظف سوي على تحت زي كذا. تنظف تحت. ولو تقدر شغل الفلاش تصور جوا يا ابو يحيى. طيب. بعد ما خلص. طبعا احنا صورنا بالبداية كيف شكل الثلاجة من تحت. كلها تراب. عندك هذا ينزل من... يا الحبيب ما في شيء ينزل من تحت. نعم. والله ما في شيء ينزل من تحت. المحيط. عليك أنا. عاد المعذرة يا إخوان على صوت الشاول لكن العلم اللي صاير الآن هو أساس المشكلة كلها. إن خلينا نقرب لكم الصورة. الله أكبر. ما هي باينة. ما هي باينة. الزبدة. وين اللي؟ اللي مو باين. العلم إنه هنا تحت في لي. تبغى احرك. ايوه تركي والله يا ريت تحط اصبعك على اللي عشان بس يظهر للمتابعين. وصلت؟ هذا دقيقة لسه ما وصلت للكاميرا. ايوه هذا هو. هذا اللي يا اخوان اللي هو الخارج من الثلاجة. هذا اللي خرج الموية من الثلاجة. انا عندي هذا مسدود من كثر الرمل. فالان اللي سويناه اعطيك اياها الان. صحيح كلامك. اللي صاير الان انه مليان تراب جوا. فاحنا ايش نسوي؟ نعبي مويه ثلاجه وتركي بالهواء ينفخ من المخرج فيسوي فقاقيع ويطلع كيف بس فقاقيع ويطلع الطين اللي جوا. اي قايل لك مليان مليان. واخيرا وبعد ما خلصنا من الثلاجه باقي فتحات المكيف. يا تركي لا تجي المويه بس على الاسلاك. والله جاي. يلا روح ايش حياة. اللي عنده فتك الحركة هذه لا يسويها في آخر اثنين لأنه هناك كمبيوتر ينزل عليه موية. انتبهين من موضوع الموية لا ينزل على الكمبيوتر في فتك. فتك اللي هو هذاك النيسان. الوحش. خلاص كمل هنا يلا. هذا حبيبي ما في لا كمبيوترك ولا أي حاجة. عيش حياتك. مانوال الشغل هنا كله. كذا الآن الموية
تنظف المجاري وتنزل لك التراب تحت. نقوم نعطيها شويه تحت. الان خلاص الحمد لله خلصنا، نظفنا الثلاجه من جوا، نظفنا الاطار حق الثلاجه من الطين، الين الحمد لله بدات تنزل المويه من مخرج الماء حق الثلاجه. قفل المسامير اللي فكيناها اول الفيديو، هنا واحد وهذا الثاني والثالث وهنا الاخير. الفك عندي ما هو مغناطيس، اي بهدله بهدله، هذا هو اللي اقصده اول واحد. طيب من زود دلع تركي الله يعطي العافيه بيدلعنا، يبي ينظف لنا اياه بالبخار. الله يعطيك العافيه يا ابو تريكه. حتى من تحت والله كميه مويه تطلع، لانه هذا احيانا يطلع مويه. لا والله تتكثف. شوف التراب اللي هنا. شنك يا ابو زيد؟ لا لا دحين حلو. ما عملتك حاجة. شوف الشاشة، شوف الشاشة هنا، هنا الشاشة، الشاشة هذه، هذه كذا. بس 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 لا تخبط حتى. هنا اضغط فيه عشان هذه الفتحات. هذه كيف السواد اللي فيها، وهنا ما فيها سواد. أيوة. شوف كيف الان، شايف اللي هنا الاسود؟ لا اللي هنا تقشيرة جلد. تقشير ايه؟ ما هي وسخ، الوسخ كان كذا. نضرب علامة العز. يستاهل يستاهل. بس بس خلاص خلاص، قروب المطانيخ ما يقصر بعد كم يوم. شوف احد ينوفر، يا اي واحد يجي عندك قول شوف احد ينوفر، حط هو بس بس يعلق. وبكذا الحمد لله رب العالمين انتهينا من موضوع مكيف، طبقناه كامل. هذه المروحة وهذا اللي هي زي الثلاجة من هنا، قفلناها كامل. شوف لما تحط التهوية من برا، لاحظ هنا تصير تهوية من برا، ترجعه تبدأ مرة ثانية. أمورنا الحمد لله تمام، الكمبيوتر ركبناه تمام، هذا كمبيوتر الليكسس طبقناه وقفلناه هنا خلاص. اول كان متدلدل كان هنا طايح، والحمد لله رجعت طيبه. اتمنى تكونوا استفدتوا، واسال الله ان يجعل ذلك ميوازين حسنات الجميع. لا تنسوا الاشتراك ونشر المقطع.